في خطوتين حازمة لحماية الأطفال من خطر التكنولوجيا والإدمان عليها، قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين إنه يتعين تحديد استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً للهواتف الذكية بساعتين في اليوم كحد أقصى. وأضافت الهيئة أنها تريد من شركات تصنيع الهواتف الذكية تقديم برامج خاصة بالقُصّر من شأنها منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من الدخول إلى شبكة الإنترنت على الأجهزة من 10 مساء وحتى 6 صباحا. وأكدت أنه سيتعين على الشركات أيضا وضع حدود زمنية بموجب الإصلاحات المقترحة، وسيسمح للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما بساعتين في اليوم، وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عاما بساعة واحدة، بينما يسمح للأطفال دون سن 8 باستخدام الأجهزة الإلكترونية 8 دقائق فقط. وجاء هذا القرار بعد ارتفاع معدلات ضعف البصر وإدمان الإنترنت بين صغار السن.